في الفيديو ده انا هتكلم عن الدومين نيمز. ايه الدومين نيمز ده او الدومين اكستنشن؟ احنا بنيجي نخش على ويب سايت يبقى مثلا www.america.com ده اللي هو الاكستنشن. هل هو في .com بس؟ لا، هو في حاجات كتير. في .com ده اللي هو معناه commercial، .net اللي هو network، .org ده اللي هو organization. التلاتة دول أشهر تلاتة، وبالرغم إن com معناها commercial وده network ودي organization، أي شركة ممكن تسجل الاسم بتاعها على الإنترنت باسم .com أو .net أو .org. في شركات بتحب طبعا هي تختار ال .com، وفي شركات بيبقوا متخصصين في حاجات معينة بيسموا .net، وفي organizations منظمات سواء هي منظمة هدفة للربح أو غير هدفة للربح بيختاروا ال .org. وفي websites بيخش يقول مثلا أنا هسجل أمريكا، أنا هسجل America.com و.net و.org تحت اسمي، هاخد التلاتة extension دول. ولو انت كتبت america.com او .net او .org هتخش على نفس الويب سايت. في بعد كده اللي هو ال .edu اللي هو ده education، وده محدش بيسجله غير ان هي جهة لازم تبقى جامعة عشان تعرف نفسها ان هي جامعة وبتاخد الاكستنشن بتاعت ال edu. وفي الاكستنشن اللي هو .gov ده اللي هو government، ده ويب سايت تابع لحكومة سواء الحكومة دي هنا في أمريكا أو برا أمريكا. معظم الحكومات بتسجل الويب سايت الرسمي بتاعها بالإكستنشن اللي هو .gov. في بعد كده other domains اللي احنا شفناهم دول المشهورين، لكن في بعد كده حاجات زي ايه، زي .biz ده اللي هو business، .co ده اللي هو company، .info ده اللي هو information، ده و extensions تانية كتير دلوقتي مسموح فتحوها ان هم الشركات تسجل ال extensions دي بعد ما الدومين extension اللي هو .com و .net و .org خلاص يعني ما بقاش فيه مكان ان الواحد يسجل باسم ال extension ده. في ال professional domains، ال professional domains دول لجأوا لها بعد ما ان برضو كل الحاجات اللي هي commercial ونت وبزنس وcompany وانفو خلصت. زي ايه professional domains؟ زي .lawyer وزي .realtor. الويب سايتس دي بتبقى مثلا اللوير ده بتبقى هيئة المحامين هنا، لازم الواحد يبقى مسجل نفسه ان هو lawyer او attorney او ان هو عدى البار exam عشان يقدر ان هو يسجل اسمه على الويب سايت اخره دوت لوير. يعني مثلا جون سميث ده لوير، فيروح بدل ما يسجل johnsmith.com لا يختار ان هو يسجل اسمه على الويب سايت johnsmith.lawyer او realtor. انا جون سميث هعمل johnsmith.realtor، هعرف نفسي ان انا realtor بالاكستنشن بتاعي على الويب سايت. في نوع تاني من الدومينز اللي هو الجيو دومين. الجيو دي جاية من كلمة geographical، ودي بتبقى خاصة ببعض المناطق الجغرافية. زي ايه؟ زي مثلا الاقي websites .us. .us دي معناها ايه؟ United States. او الاقي websites اخرها .eg دي معناها Egypt، او .ca معناها ايه؟ معناها كندا. الwebsites دي عشان تسجل الدومين نيم بتاعها يبقى .us لازم البيزنس ده او المنظمة دي او الهيئة دي تكون ليها مقر في امريكا. كذلك EG، ما ينفعش ان مثلا حد في امريكا او في كندا او في يوروب يوم يقول لا انا عايز اسجل ويب سايت .eg، لا لازم يبقى عنده بيزنس قائم في ايجيبت عشان يقدر يعمل كده. وكذلك كندا. في من الجيو دومينز دي، ودي نقطة بتلخبط هنشوفها، لو انا شفت هنا .ca.gov، CA دي هنا معناها كندا، بس CA.gov دي مش معناها الكنديان جوفرمنت. دي نقطة بتلخبط وبتلخبط ناس كتير. .ca.gov دي معناها
كاليفورنيا government. هنا الحكومة مثلا لو أنا في ويب سايت زي الـ USCIS اللي هي الـ United States Citizenship and Immigration Services بيبقى آخره .gov، ده موقع حكومي بس الموقع ده على مستوى أمريكا كلها، لكن في جهات حكومية بتبقى خاصة بالستيتس، يعني في جهة حكومية في كاليفورنيا غير الجهة الحكومية بتاعت ولاية تانية بتاعت مثلا نيويورك. فكاليفورنيا هتسجل نفسها .ca.gov، نيويورك هتسجل نفسها .ny.gov، ودي هتبقى اللي هي النيويورك government. .ca و .ca.gov دول أكتر حاجة بيلخبطوا، بس عامة since إن هو جيو دومين، لو أنا جوه أمريكا وبدور على حاجة لو في ويب سايت آخره .us الويب سايتس دي هتطلع لي، لو في اسم مشابه للويب سايت ده وفي إيجيبت أو في كندا أو في أي حتة تانية مش هيطلع في السيرش. لو أنا في مصر وبدور ممكن يطلع لي في الريزولتس .eg لأن هو عارف إن أنا بدور من جوه مصر. وكذلك لو أنا جوه كندا هيطلع لي الحاجات بتاعت كندا، لو أنا جوه كاليفورنيا هيطلع لي الحاجات اللي هي بتاعت كاليفورنيا، إلا لو أنا بدور في السيرش وبكتب مثلا government website كندا ممكن يطلع لي السيرش results بتاعت كندا. أنا هروح معاكم دلوقتي هنفتح ويب براوسر وحنشوف أمثلة للويب سايت دي بطريقة عملية عشان نقدر نفهم الموضوع أكتر، لأن الموضوع ساعات بيلخبط. انا هنا فاتح ويب براوسر، انا هدور على الويب سايت بتاع الدي ام في. الدي ام في ده اللي هو الديبارتمنت اوف موتور فيكل، ده مفروض ان هو ويب سايت حكومي، بس انا هدور هكتب ايه، هكتب هنا dmv.com. هو اخد وقت على بال ما يطلع، ولو تلاحظوا هنا dmv.com هنا بيقول لي ايه، dmv.com is a privately owned website that is not affiliated with any government agencies. الgovernment عندها ال dmv بس هي ما سجلتش .com لان هي government مش commercial website. فال dmv.com ده كان متاح فحد سجله وبيقدم فيه خدمات ال DMV وكاتب هنا ان هو is not a government website. طيب لو انا رحت على واحدة ثانية هكتب dmv.net، dmv.net برضه اهو ده website. Welcome to dmv.net. This site is in a state of perpetual construction. ده واحد بيهزر تقريبا عامل الwebsite ده ومسميه dmv.net. هشوف هنا dmv.org، dmv.org اهو. اول حاجه انا بيقول لي dmv.org is a privately owned website that is not owned or operated by any state government agency. معلم لي اهو privately owned وهو is not. الويب سايت ده بيقدم برضو خدمات ال DMV عن طريق الانترنت مش government website. لو انا عايز ابص بقى على هل في حاجة اسمها dmv.gov؟ لا، مفيش حاجة اسمها dmv.gov. ليه؟ لأن ال dmv ده حاجة على كل ستيت. لو أنا عايز أدور مثلا أنا في كاليفورنيا هدور dmv.ca.gov. ده هنا كاليفورنيا Department of Motor Vehicle بيقول لي هنا إن هو من ca.gov، و معظم إن ما كانش كل الـ government website بيحطوا هنا مثلا office of government مين ده اسمه، وهنا مين السكرتاري ده اسمه، عشان يدوا credibility إن ده هو الـ official website بتاع الـ government، رغم إن هو يعني بدم هو في .gov كده في الآخر ده مفروض إن هو credibility، لأن ما ينفعش شركة خاصة إن هي تسجل .gov. وانا هروح كده على حاجة تانية وهكتب dmv.ny.gov. ده الويب سايت
برضو بتاع الحكومة في ولاية نيويورك. اوكي طيب تعالوا نشوف ال other domains. الدومين بتاع ال immigration اسمه uscis.gov، وده هنا دلوقتي .gov عشان هو قلنا ده على امريكا كلها. انا عملت كده انتر، اوكي انا لقيت هنا ايه، بصوا www.uscitizenship.info، في هنا .info ويب سايت، تعالوا كده نفتحه. ده هنا السايت ده مكتوب عليه United States Citizenship Immigration and Naturalization Forms Made Easy. ده مش government website، ده website بيعمل الفورمز، برغم ان هو شكله ممكن يخدع ان هو يبقى government website، بس اللي يقول لي هنا ايه ان هو مفوش اخره .gov. هنزل كده تحت هنا هيقول لي ايه، disclaimer the information provided on this site is not legal advice. يعني هنا we don't provide legal advice, opinions or recommendations to our users. هنا هو مش قايل الحتة بتاعت ان احنا مش government agency، قايلها هنا هو uscitizenship.info is not affiliated with or sponsored by the United States government or any government agency. السيتات زي كده المفروض ان هي بتبقى حطاها بالخط العريضي اللي فوق او بتبقى كاتباها في الديسكليمر اللي تحت. طيب انا هرجع تاني هنا على السيرش، لا اهو uscis.homepage.gov ده الويب سايت الرسمي بتاع الاميجريشن، هعرفه من اهو official website of the department of homeland security واخره .gov. انا كده اعرف ان انا على الويب سايت بتاع الحكومه المظبوط. طيب تعالوا كده نشوف برضو في الـ USCIS USCIS.us. ده ويب سايت اهو USCIS.us، يعني هو حاجة في الـ US، بس ده ايه لو فيرم، وهنا برضو هيقول لي is on website is for general information purpose only. اي حاجة يقول لي ان هو general information purpose only وما عرفش نفسه ان هو government website، ده يبقى سايت تجاري او بيهدف لمعاملات ان هو يبقى الاتورني بتاعك او ان هو يديلك services مقابل اجر مادي. هبص برضو في الـ USCIS ده عشان دي حتة برضو بتلخبط، احنا قلنا في .com وفي .us. في بعض الاحيان بعض cases النادرة جدا هلاقي ده uscis.us.com، ده واخد ال extension بتاع ال US وال extension بتاع .com اهو uscis.us.com. هنا بص لو كده كاتب ايه، this domain has recently been listed in the marketplace, please click here to inquire. يعني ايه؟ يعني هم شافوا ان الويب سايت ده مثلا بيجي عليه ترافيك كتير، في ناس كتير بتخش عليه، فهم مش عايزين يخلوا الويب سايت ده، ممكن يبيعوه لشركه تانية وهي تاخد الويب سايت ده بتاعه. لو انا عملت هنا uscis.ca ده هنا بقى ايه، ده كندا. طب ايه علاقه امريكا الاميجريشن سيرفيسز بكندا؟ هنشوف دلوقتي اهو USCIS Info US Citizen and Immigration Services Facts، مش كاتب ان هو government website، وهنا كاتب حتة تلخبط شوية USCIS Government. بعد كده هنا بيقول لي ايه، the US Citizen and Immigration Services USCIS is the governmental body responsible for overseeing immigration matters in the United States. بيقول while the official website for the USCIS is، هو بيقول لك الويب سايت المظبوط بتاع USCIS بتاع الحكومه هو ده، this site seeks to provide unbiased information about the agency and serve as a resource for those seeking independent information about the operations of this department and services it offers on the immigration issue. يعني انا جهه مستقله
بدي معلومات بس عن الـ USCIS. تعالوا كده نشوف، طب لو هو كنديان ويب سايت ممكن يبقى شكله عامل ازاي. عندنا هنا في امريكا مثلا في بنك اوف امريكا، بنك اوف امريكا واخد extension.com. في حاجة اسمها بنك اوف كندا، بنك اوف كندا، بص هنا .ca، يقول لي هنا ايه بقى، بنك اوف كندا، بنك دو كندا. ده بنك في كندا اسمه بنك اوف كندا، وعشان بدل ما ياخد .com extension اختار ان هو ياخد .ca، لان هو بيشتغل فين؟ بيشتغل في كندا. هروح على ويب سايت تاني، هروح على egypt.gov.eg. افتح لي هنا الويب سايت. الويب سايت ده فيه ايه؟ ده فيه .gov، عرف ان هو government website، وكمان في الاكستنشن بتاع الاي جي عشان يعرف ان هو تابع للحكومة الامريكية. ادي هو بوابة الحكومة المصرية، فعرفت ان هو government من الاكستنشن، وعرفت ان هو تابع لاي جي، مش بس من الاسم ان هو ايجيبت، لا ان هو في extension.eg، لان في خدمات تانية بتتقدم في الحكومة المصرية، ممكن مش اللي هي ايجيبت او الاسم ايجي ما يبقاش هنا فيها، بيبقى في الاخر. برضو ابص على شوية حاجات في هنا، مثلا immigration.com، في حاجة اسمها immigration.com. الويب سايتس دي اللي هو الواحد لو هو مش عارف الستراكشر بتاع الويب سايتس دي معمولة ازاي، ممكن يكتب ان هو انا immigration.com، يخش على ويب سايت زي ده ويفتكر ان هو على الويب سايت الحكومي او الرسمي بتاع الحكومة، ودي ما بتبقاش مظبوطة. هنا immigration representation for clients from all 50 states and abroad، وهنا بيقول لي law offices of Rave S. Hanna PC، وده العنوان بتاعه، رغم ان هو مكتوب هو immigration بس ده اخره كم، يعني commercial website. في اخر website برضو حبص عليه معاكو، US immigration .us. ده برضو سايت شكله يدي ان هو ممكن يكون بتاع حكومة، بس هو لأ. US immigration online US citizenship and green card applications، لو عايز تعمل citizenship او green card في فورمز هنا احنا ممكن نساعدك فيها. تعالوا ننزل نبص على الديسكليمرز تحت، كاتبين حاجة هنا disclaimer: U.S. Immigration Technology is not a law firm. ده هو كان بيقول لك احنا مش جهة بتاعت محامين، لا. And are not a substitute for the advice of an attorney. يعني كمان انت ما ينفعش ان انت تيجي هنا عشان تاخد معلومة قانونية، لازم يبقى عندك محامي. بص هنا في حتة دي، U.S. Immigration Technology LLC only provides self help services at a user's direction. يعني انت هتخدم نفسك بنفسك على الويب سايت ده، احنا مش هنقدر نديلك اي مساعده. Customer support will not answer legal questions. لو انت اتصلت بالكاستمر سيرفيس مش هيدولك اي معلومه قانونيه. Customer support is for technical and billing issues. الكاستمر عندنا بس عشان لو في اي billing issue. هنا كده تقريبا احنا شفنا مختلف اشكال الويب سايتس، وهي ممكن شكل ويب سايت يبقى يدي ان هو زي حكومة وهو مش حكومة، وفي بتحصل لخبطة كتير في الحاجات دي. فدايما ابص على الاكستنشن، لو انا دوست هنا هجيب الفول ادرس، لو انا مثلا دوست هنا هقدر اجيب الفول ادرس، ده بيبقى اللي ظاهر لي uscitizenship.info، وبعد كده في ادرس كده بعديه، دي اقدر برضو اتاكد منها انا واقف على اني ويب سايت بالظبط.